نشر السفير البريطاني بالقاهرة، الراجل ده اللي هو يعني عمال يتمصر يوما بعد يوم، وهو اسمه جون كاسن طبعا معروف، صور ليه في منزله وهو بيعلق الزينة في أول أيام شهر رمضان بيهني كل المصريين بحلول الشهر الكريم. طبعا هو متعايش معنا جدا في كل مناسباتنا، قبل كده في شم النسيم هو نفسه قال إن هو تناول وجبة فسيخ، وده كان بناء على آراء على موقعه على تويتر. صحيح إنه واضح إن هي الأكلة ما عجبتهوش، لكن هو يعني أقدم على الخطوة. يعني المرة دي زي ما احنا شايفين اهو صوره في بيته، بيقول كاسن على حسابه الرسمي على موقع التغريدات تويتر، بيقول ان استعدادات رمضان في بيتي النهارده، كل رمضان وانتم طيبين. وقال كمان في تغريده تانية، رمضان كريم. واضح انه فعلا متعايش بشكل كبير جدا ومستمتع بحياته في مصر. وبنأكد طبعا ان ده ذكاء شديد منه ان هو يندمج داخل ثقافه الشعب، فبالتالي يعني الناس تتقبله بسهوله ان هو واحد منهم. يعني بالاضافه هو نفسه كمان يعني هو بيستمتع بطقوس ممكن تكون مختلفه تماما عن اللي موجوده في بلده او اللي موجوده في اي بلد تاني.